مرحبا مواليد برج السرطان، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون شهر تشرين الأول أكتوبر 2021؟ هذا الشهر هو شهر مهم، يعتبر من أول طبعا الشهر الأول من فصل الخريف. الشمس موجودة في مربع مع برجكم. كوكب المريخ هذه السنة كمان عم بشكل مربع مع برجكم. هنالك تأثيرات حلوة بتوصلكم في مطلع الشهر من الزهرة، كوكب الزهرة يلي رح يعطيكم طاقة كتير كبيرة، طاقة كتير حلوة تستمر حوالي الأسبوع تقريبا. يلي بده يساعدكم أيضا هي تأثيرات كوكب أورانيوس يلي هو موجود ببرج الثور، رح بيساعدكم. الأيام الأكثر حظا رح بتكون دعم كتير كبير لألكم. الجزء الأول يمتد من تاريخ 1 لتاريخ 22 أو حتى فجر 23 أكتوبر. بهذا الجزء في عنا قمر جديد بتاريخ 6 يلي هو بالنسبة لألكم طبعا برج الميزان، يلي بالنسبة لألكم هو البيت الرابع. يعني في احتمال أنه يكون في عندكم خطوة جديدة، خطوة مهمة، تغيير، تقدم، تحسن، تطور. دايما الحياة بتقدم فرص هي للتقدم وللتطور. الغلط بيصير لما نحن منروح باتجاه معاكس، لما نحن ما بناخد الطريق الصحيح أو منخربطة. لما القمر بيكون مرة واحدة بالسنة ببرج الميزان نيو مون، معناتها في فكرة جديدة، في طرح جديد لألكم، في صفحة جديدة شخصية وعائلية، ومفروض تكون جيدة. بتاريخ 20 في فول مون، قمر مكتمل في برج الحمل يلي هو النقطة الأعلى بالدائرة الفلكية، فعلى الأرجح في خطوة كتير كبيرة مهنية لألكم أو اجتماعية أو لألكم شخصية بتكون كتير كتير مهمة عم تبحثوا فيها، عم تفكروا فيها صاركم فترة. بخلال هذه الفترة كلها في عنا كوكب الزهرة من بعد تاريخ 7، بنص تاريخ 7 بيروح لبرج القوس يلي هو بالنسبة لكم بيت الشغل. فرح تتخيلوا قديش رح تكتر عليكم الانشغالات والضغوط، ورح بيكون في عندكم اهتمامات عديدة ومتنوعة. الحلو انه يلي محضر حاله بيستفيد للماكسيموم، يلي رح يتفاجأ بالشغل يمكن يقصر ويمكن ما يلاقي وسيلة يقدر يخلص شغله على الوقت، فكونوا حذرين خاصة بالأيام الأقل حظا بعده عنها كليا. الجزء الثاني يبدأ فجر 23 أكتوبر مع وصول الشمس لبرج العقرب. تأثيرات ولا أجمل من هيك، تأثيرات رائعة حلوة بتغير الجو، تعطيكم القوة الكبيرة يلي أنتوا كنتوا حاسين فيها من فترة وهلأ رجعت بقوة. كوكب أو نجم الشمس الموجود ببرج العقرب بيعطيكم الفرص الحلوة لحتى تختموا شهر أكتوبر بطريقة ممتازة. وإذا بتختاروا الأيام الأكثر حظا بهذا الجزء بتعملوا عين العقل وبتكونوا مبدعين، وبتقدروا تلحقوا على كل شيء ما لحقتوا تعملوه أو غلطتوا بشغله خلال بداية شهر أكتوبر. أنا بعتبره شهر كتير مهم لازم تركزوا عليه وتشتغلوا من كل قلبكم. الأيام الأكثر حظا لمواليد برج السرطان تاريخ 7 مساء، 8-9، تاريخ 16-17 وصباح 18، تاريخ 26-27 أجمل الأيام، أجمل الأيام. بالنسبة للأيام الأقل حظا فيكون 5 بعد الظهر، 6-7، تاريخ 11 بالليل، 12-13، تاريخ 18-19-20، تاريخ 23-24-25 فارغ من الحظوظ. بالنسبة للمواليد يلي بعتبرها أوفر حظا 15-22 تموز يوليو، وذلك في الأسبوع الأول من الشهر. مواليد حزيران في الأسبوع الأخير من الشهر، كونوا حذرين 16-17 تموز يوليو. بدي أتمنى لكم شهر جميل. إلى اللقاء مع الأبراج اليومية والأسبوعية. باي باي.